أم علي، تفضلي يا أختي أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي. أنا جدتي رضعتني مع خالتي، وجدتي رضعتني مع خالتي، طيب يا خالي أكشف عندهم ولا لا؟ إيش عيد السؤال؟ عيد السؤال. جدتي رضعتني مع خالتي. مع خالتك؟ نعم. وعيال خالي طيب أكشف عندهم ولا لا؟ وأصبحتي أنت أختا لأمك. أيوه، بس أمي ما رضعت خالتي. ما يهم، اما انت رضعتي من جدتك. ايوه. كم رضعه؟ 5 رضعات. يعني تام، اقول الرضاعة تام يعني. ايوه. اي انت اصبحتي اختا لامك. ايوه لامك. نعم.